يؤثر الحمل على الجسم بطرق مختلفة، ومن أعراض الحمل على الجلد والجسم بشكل خاص ما يلي: ظهور علامات تمدد الجلد. تظهر علامات تمدد الجلد أثناء الحمل على شكل تشققات صغيرة أسفل البطن والثديين والفخذين من الشهر الرابع فصاعدا، نتيجة التغيرات في هرمونات الحمل والشد الناشئ عن تضخم الرحم وأعضاء الجنين، مما يؤدي إلى حصول تمزق في طبقات الجلد وحدوث تشققات الحمل. الكلف والتصبغات. من علامات الحمل هو زيادة تلون البشرة نتيجة ازدياد المادة الملونة في الجسم مسببة ما يعرف بكلف الحمل، ويزداد أيضا تلون الخط الموجود في منتصف البطن والواصل بين السرة وأسفل البطن، ويصبح أشد وضوحا. كما تؤثر هرمونات الحمل على زيادة نشاط غدة البشرة كغدة العرق والغدد الدهنية، مما قد يسبب حب الشباب بعد الأسبوع 11 من الحمل. زيادة درجة حرارة الجسم. يزداد حجم الدم في الجسم بنسبة حوالي 50%، وتبدأ هذه الزيادة من الشهر الثاني من الحمل، كما يحصل توسع الأوعية الدموية مما يسبب شعور الحامل الدائم بالسخونة وارتفاع الحرارة حتى لو كان الجو باردا. الوحم وزيادة قوة حاسة الشم. لا يوجد الكثير من الأدلة العلمية حول أسباب الوحم كأحد علامات الحمل عدا اضطراب الهرمونات، ولكن زيادة حاسة الشم لدى الحامل تسبب ابتعادها أو رغبتها ببعض الأطعمة، وقد يزيد من غثيان الحمل الحكة وخاصة حكة البطن. تعاني 20% من النساء الحوامل من الحكة أثناء الحمل تحديدا في منطقة البطن، وقد تحدث الحكة في أماكن أخرى من أبرزها القدم وأخمص القدمين، وقد يرافقها إحمرار أيضا. ويعود سبب الحكة عند الحامل إلى تغير الهرمونات وتمدد الجلد في فترة الحمل، كما قد تستمر الحكة طيلة فترة الحمل وتختفي بعد الولادة. ألم الظهر. يرافق المرأة الحامل عادة ألم في الظهر مشابه لآلام الدورة الشهرية. متى تظهر أعراض الحمل على الثدي؟ تحدث تغيرات في الثدي عادة في الأسبوع الرابع أو السادس بسبب تأثير هرمونات الحمل، والتي قد يبدأ تأثيرها قبل انقطاع الدورة الشهرية. فمن أعراض الحمل قبل الدورة آلام الثدي وآلام عند لمس الثدي مع تنميل وتورم في الثدي، وتشعر الحامل بأعراض وعلامات الحمل هذه بعد الأسبوع 11، بالإضافة إلى تقرح الحلمة وتحول لونها إلى لون داكن في بعض الحالات تعد من علامات الحمل. انتفاخ الثدي وكبر حجمه طوال أشهر الحمل، حيث تبلغ الزيادة في وزن الثديين حوالي 450 جرام. حبيبات صغيرة في الدائرة الملونة المحيطة بالحلمة بعد الأسبوع الثامن. تنميل في الحلمة مع الحكة والثقل وألم الثدي. خطوط زرقاء على سطح الثدي. زيادة تلون الحلمة والدائرة المحيطة بها. خروج سائل شفاف من حلمة الثدي خلال الحمل، خاصة مع الضغط عند قرب موعد الولادة.